بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم افتح علينا بالحق وانت خير الفاتحين احبتي في الله انما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته موعد جديد في رحاب الايمان وفي رحاب التقوى وبرنامج براهين ايمانيه دائما نبقى نعيش مع اركان الايمان نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبته في قلوبنا كل واحد منا مشاهدينا الافاضل يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى وكل واحد منا يتمنى جنة النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والحاجز بين ذلك مشاهدينا الافاضل هو الموت والدار والانتقال الى الدار الاخره ولكننا عندما نتحدث عن الموت تقشعر الابدان وكحد منا يتهرب عن الحديث عن الموت وعن الدار الاخره بما انها هي ركن من اركان الايمان اليوم نتعرف ندخل معا الى الدار الاخره لنتعرف عن الدار الاخره ونتعرف كيف نعيش مع هذا الركن من اركان الايمان حتى يتثبت في قلوبنا لانه مهم مهم جدا للتمكين في الارض رفقه دائما استاذنا الفاضل الدكتور عبد الباسط بن عيسى اهلا ومرحبا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه شكرا جزيلا الفضل على هذه الدعوه واسعد كثيرا بهذه المجالس الايمانيه التي تحقق ما ساله الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين ان يكونوا موقنين وبالاخره هم يوقنون نعم. وقد اكرمنا الله سبحانه وتعالى فبينا سويا براهين الايمان بالله وبراهين الايمان بالانبياء والكتب وحتى بالدين في المجمل وها نحن مع الركن الثاني الاعظم وهو الايمان باليوم الاخر فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى السديد من الراي والصحيح من القول ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين، الدكتور عبد الباسط بن عيسى قبل ان نتعرف عن معنى الدار الاخره، ربما انتم جمهور الدعاه عندما يطفو الى السطح موضوع الدار الاخره تأتي نوع ان صح التعبير نوع من التناقضات واختلاف الاراء بين مؤيد ومعارض سواء من مختلف الطبقات العاديين او طبقه العلماء والفقهاء، هناك تحفظ للحديث عن الداخل الدار الاخره، لماذا دكتور؟ هل هذا ربما يناقض التمكين في الارض؟ ربما نوع من التخوف، ربما يعيق التعريف بالصوره الح الحقيقيه الجميله للاسلام نعم هذا هذا سؤال يطرح وهو عميق جدا والسبب في ذلك ربما هناك اسباب كثيره يمكن ان نختصرها في بعض النقاط الاولى اولى الاسباب وشيوع الماديه وتحول الناس في المجمل الى الايمان بما يلمسون وبما يشعرون به اما الامور الغيبيه ابتداء من الموت وسكراته وخروج الروح وسؤال الملكين ثم فترة البرزخ كلها وما فيها من نعيم أو عذاب صلى الله تعالى أن يعافينا جميعا ثم البعث وأهواله ثم تطاير الصحف ثم الصراط والميزان وكل ذلك غيوب وشيوع ثقافة المادية والإيمان بالملموس صار الحديث عن الآخرة لا أقول الذين لا يؤمنون به يتخذونه سخرية والمؤمنون صاروا يرونه نوعا من, من من الابتعاد عن الواقعيه في طرح الدين في حين انه كما سيتبين لنا بان الايمان باليوم الاخر هو قلب الدين صحيح. في سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. نعم فالصراط المستقيم لننجو يوم الدين. نعم من هدي ف... في صراط الدنيا سيهدى ان شاء الله في صراط في صراط العالم. الاخره، فالاخره موجوده في سوره الفاتحه، واولى الايات في سوره البقره ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه مم. الذين يؤمنون بالغيب، والاخره كلها غيب، ثم في اخرها يقول وبالاخره هم يوقنون. مم. فالاخره نصيا حاضره. واقعيا حاضره ولكن اقول في الدين في الدين ذاته ولكن شيوع الماديه صار يجعل من هذا الموضوع نوعا ما بينه وبين الناس حاجز. السبب الثاني هو عدم ادراك فضيله هذا الثراء الذي هو موجود عندنا في تفاصيل اليوم الاخر وكيف انها انما ذكرت في الدين لا لتنهي الناس عن دنياهم صحيح. بل لتعمر دنياهم بالصلاح والصلاح وسيأتي ربما لنا حلقة كاملة في أثر الإيمان باليوم الآخر في حياة الناس وأن بالعكس الذي ينسى الآخرة تفسد دنياه صحيح. أما الذي يتذكر الآخرة فهو الذي تصلح دنياه الله تعالى تحدث عن المطففين في الاقتصاد في المجمل قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فلو كانوا يوقنون بالاخره ما افسدوا اقتصاد الناس في حين الذي يؤمن بالاخره فانه يحاسب نفسه على التمره وعلى الشعره وعلى الكلمه وهذا تكون حياته مستقيمة. نعم شكرا بارك الله فيك والايمان عندما يرتفع الايمان واليقين باليوم الاخره يرتفع الايمان باركان الايمان، الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان بالرسل وبالقدر خيره وشره. طيب مم. دكتور اكيد عندما نتحدث عن اليوم الاخره تنساب هكذا الاسئله بقدر صحيح هو الموضوع مخيف لانه متعلق بالموت، الوعد الحق الحقيقه الوحيده في الحياه وملاذنا جميعا. اولا ربما نعرف هكذا ببساطه وباسلوب لين سهل هكذا المشاهد آه. باليوم الاخر. طيب اليوم الاخر والحياه الاخره او الدار الاخره، آه. فهناك تذكير وتانيث. في اللغه العربيه اذا كانت هناك امور مرتبه بارقام، واحد اثنين ثلاثه. العرب يسمون دائما العد الاخير اخرا، فلو كانوا مثلا هناك ثلاثه نقول الاول والثاني ولا نقول الثالث، نقول الاخر. ولهذا في الأشهر نقول الأصل في الفصيح أن نقول ربيع الأول لا نقول ربيع الثاني نقول ربيع الآخر لأنه لا يوجد ربيع ثالث العربي إذا سمعك تقول ربيع الثاني يفهم بأن هناك ربيع آخر ولهذا قال يوسف عليه السلام لصاحبيه قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة ولم يقل وأما الثاني قال وأما الآخر فإذا هناك أول وآخر اليوم الأول هو الحياة الدنيا كلها وبما أنه هناك يوم ثاني فقط، فهو يوم آخر، وتكون فيه الأبدية وكذلك كذلك، الحياة الدنيا التي هي حياة الأولى ما دام هناك اثنان فقط، فهناك حياة أولى وحياة آخرة فلهذا لا يقال بأن الحياة الثانية هي الحياة الآخرة لو قلت هناك ثانية، معناها أن هناك حياة ثالثة فهذا، ولهذا الله تعالى يقول وَبِالْآَخِرَةِ أي وَبِالْحَيَاةِ الثَّانِيَّةِ الْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ معنى أن تؤمن بأن هناك يوم آخر ببساطة أن تعتقد بأنك إذا مت وفارقت روحك جسدك هذا لا يعني انتهاء القصة لا يعني الفناء لا يعني الفناء والاندثار ولا يعني أيضا معنى آخر لا يعني التناسخ كما يعتقد تعتقد الديانات الشرقية بأن هذا الكون هو عبارة عن مكان مغلق والروح هي عبارة عن طاقة تنتقل من من شجره الى حشره الى انسان، فكره التناسخ وان هناك دوره لا متناهيه من الحياه والموت، لا، هناك حياه اولى اختبار، الله تعالى يعطيك القدرات ويعطيك الاختيار وانت مسؤول، اذا مت ستحاسب عن كل شيء، فاذا هي ليست زوالا واندثارا كما كان العرب يعتقدون ان هي الا حياتنا الدنيا وما يهلكنا الا الدهر. وكانوا يضحكون على النبي عليه الصلاه والسلام عندما يخبرهم بان هناك دار اخره هل ندلكم على رجل ينبئكم انكم اذا مزقتم كل ممزق يعني تحللت اجسادكم التراب انكم مبعوثون فيضحكون في من هذا الامر ويقولون من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره فاذا هذا المعنى بالاساس انك أن بعد الموت بعثا وحسابا يحاسب في الإنسان على ما قدم من خير أو شر، وهناك استقرار دائم خالد إما في الرضوان في جنات النعيم بجوار الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن أو في في نار الجحيم عياذا بالله منها. والآخرة بهذا المعنى تعطي معنى آخر. الذي لا يؤمن بالآخرة نفى معنى، الذي لا يؤمن بالآخرة ماذا يعني؟ يعني بالنسبة له بأن الحياة لا معنى لها. صحيح. هذا هو الذي لا يؤمن بالاخرة بالنسبة له الحياة لا معنى لها، ولهذا قال الله تعالى عن الذين ينكرون الاخرة: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فاذا لما انكروا الاخرة قالوا بأن الحياة عبث، هذه واحدة، ثانيا أن الذي ينكر الاخرة ينكر مسؤوليته على افعاله، لأنه يقول أنني إذا مت لن أحاسب. اه اذا انت تصبح في... الحياه فوضى هكذا لا قانون لا معنى لها والانسان نعم. ترفع عنه المسؤوليه قال الله تعالى في سوره القيامه التي هي ام هذا المحور الايمان باليوم الاخر أيحسب الانسان ان يترك سدى بمعنى انه يموت دون ان يحاسب على ما قدم من خير وشر فاذا انكار الاخره هو انكار لمعنى الحياه وانكار لمسؤوليه الانسان عن افعاله نعم شكرا بارك الله فيك اذا ان لم تخني الذاكره اكثر من ألفين ايه تتحدث عن اليوم الاخر في القران الكريم وفي سياقات متعدده ربما دائما تذكر المؤمن باليوم الاخر وتربطه باعماله الدنيويه طيب كيف تحدثت الكتب السماويه عن اليوم الاخر وكيف كان حضور هذا اليوم الاخر في الكتب السماويه وما هو السياق الذي جاء فيه جاء فيه الحديث عن اليوم نعم. الاخر نعم بدءا بالقران الكريم الامر اظهر من الظاهر صحيح بمعنى انه يصعب اصلا ان تجد ايه لا تشير الى الدار الاخره صحيح. صعب حتى في مجال البيع والشراء والزواج والطلاق الله تعالى في الطلاق يقول اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله حضور لافت. لا. لافت قوي جدا بحيث يصعب حتى العد ولم ي... وش... الأمر الذي لم لا تكون فيه إشارة واضحة وحديث واضح عن الدار الآخرة يكون نات... مآله ومؤداه إلى الدار الآخرة فإذا هناك حضور قوي جدا للدار الآخرة بعد الحديث عن الله سبحانه وتعالى حلو في القرآن الكريم فقط للذكرى هناك أكثر من تسعة عشر سورة سورة لا أقول سورة. آية. آية سورة نعم. محورها اليوم الآخر قاف تتحدث عن الخروج البعث الذاريات انما توعدون لصادق الطور ان عذاب ربك لواقع تتحدث الفجر. نعم نعم آه. بعدها على الترتيب النجم تتحدث عن مسؤوليه الانسان وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى سوره القمر تتحدث عن اقتربت الساعه وانشق القمر تتحدث آه. عن الحساب سوره الرحمن نعم. تتحدث عن الجنه الجنه وفيها اشاره الى يعني الاله وتتحدث عن الجنه جنتان وسن ان شاء الله ياتي الينا حلقه تتحدث عن الجنه ان شاء الله سوره الواقعه تتحدث عن البعث وكنتم ازواجا ثلاثه نعم وهناك مجموعات مجموعه سوريه اخرى سوره القيامه في اثبات بان القيامه حق سوره القيامه سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهب نعم وسنت إليها في أثر الإيمان باليوم الآخر سورة المرسلات تتحدث عن الإيمان باليوم الآخر. عما نبأ النازعات تتحدث عن يوم الآخر. عبسات تتحدث عن اليوم الآخر. الآخر. تكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق هذه تسعة عشر صورة تتحدث فقط عن الإيمان باليوم الآخر. لا أتحدث عن الصور الأخرى التي فيها حديث جزئي عن اليوم الآخر. إذا محور كهذا. حقيق بان يكون ركنا، ولهذا نجد في القران الكريم ان اركان الايمان اذا اختصرت تختصر في ركنين: لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم والآخر. الاخر، وحتى في السنه النبويه، من كان من يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليونس. لماذا لا يذكر الكتب اذا اختصر الايمان يعود بالاساس الى الايمان بالله واليوم الاخر، بل الله تعالى اختصر الوحي كله الذي نزل بان مجمله في هذا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. فدل بان كل ما اوحاه الله تعالى من وحي يعود بالاساس الى الايمان بالله واليوم الاخر اللذان هذان الركنان يدفعان الانسان الى العمل الصالح. الديانات ذكرتي. ما هذا الحضور القوي اللافت في الاسلام يقابله قحط شديد فيما هو بين ايدينا من الكتب نتحدث عن التوراه والانجيل بالاساس. قحط غير عجيب جدا. والحمد لله عندنا القران يشهد لهذا ان التوراه الموجوده الان ليس فيها ذكر واحد للاخره. لا جنه، لا نار، ولا شيء. خمسة أصفار كاملة ليس فيها شيء عن ذكر الآخرة أبدا والإنجيل يتحدث عن ملكوت الله وكنا تحدثنا من قبل وملكوت الله ملكوت الله الذي تحدث عنها عيسى عليه السلام مرات يراد منها أمة الإسلام ومرات يراد منها الجنة جنة مرات يراد منها الجنة في بعض السياقات مثلا يقول من إذا جاء أحد التلاميذ لعيسى عليه السلام فقال يا معلمي دلني على عمل يدخلني الملكوت إذا هذا السياق ظاهر بأنه يتحدث عن الجنة فقال اعمل بالوصايا تدخل الملكوت فإذا هناك حضور قوي جدا في القران الكريم وقحط احد الكتب المتاخره التي صدرت عن محقق اسمه إيرن بارت اسمه الجنه الحياه الاخره الجنه والنار في الكتاب المقدس. تخيّل دراسته الاكاديميه للكتاب المقدس خرج بالنتيجه التاليه بان نصوص التوراه والانجيل تخرج بانه لا يوجد يوم اخر. الناس صعقوا شخصيا لم أصعق من هذه النتيجة لأنني قرأت الكتب ووصلت بأنه إذا اعتمدت على ما هو موجود هناك غياب تام عن ذكر الآخرة إلا بعض الإشارات وتلك الإشارات بارت يقول بأنها مأخوذة من الوثنيات مثلا التوراة تقول بأنه الذي يموت يسقط في هاوية الجحيم لان اليونانيين والاغريق والرومان يعتقدون بان النار في قلب الارض فقال بان الاعتقاد بان السقوط في الهاويه هذا اعتقاد روماني لا علاقه له والا نحن نعتقد بان الجنه والنار مخلوقات منفصله تماما عن الارض لانه يوم القيامه الله السماوات والارض تزول ويوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فالجنه غير الارض والنار لا علاقه يعني لها اصلا بالارض فقال هذا الموجود لانه في التوراه يقول سقط في الجحيم سقط في الهاويه قال هذا معتقد يوناني قديم وثني فلا نعده اصلا اشاره للاخره بالاساس في حين يتقبله العقل نعم لانه كيف يعني في هذه الدنيا صحيح. بالضبط يعني اذا جمعت في هذا مع, مع, مع موجه العقلانيين الان نعم الان التفسير نعم. لماذا هذا القحط مع ذكر الآخرة في الكتب السابقة وهذه هذا الثراء كبير في القرآن بداية ظاهر بأن هناك نوع من التحريف لماذا؟ صحيح. لأن القرآن مثلا يتحدث عن, عن, عن وحي الله لموسى عليه السلام بس. أول ما كلمه الله قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ثم قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فسبحان الله أول ما كلم الله موسى قال الآخرة والساعة تكاد تأتي وسنتحدث عن قرب الساعة ولكن هذا غير موجود في التوراة في في الحديث لما كلم الله موسى الله تعالى موسى عليه السلام فإذا هناك من نزع هذا الحديث عن الآخرة والله القرآن الكريم ذكر بأنهم يكتبون الكتابة بأيديهم فهناك تحريف ولكن هناك معنى آخر، ما هو؟ الآن نعطي مثالا ليتضح المقال. لو عندك طفل ابن ثمان سنوات مثلا، أيهما أقرب لعقله أن تقول له: اعمل واجتهد، اجتهد وسأشتري لك دراجة، أو اجتهد وستدخل الجنة؟ ابن ثمان سنوات دراجة. الدراجة. أقرب إلى عقله وهواه من الجنة الملموس الملموس لأن عندما نقرأ التوراة ماذا نجد والآن نحن في هذه الأيام الصراع على الأرض المقدسة في فلسطين صلى الله تعالى أن يفرج الغمة العالم. إن شاء الله الجريدة الأشهر في, 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 في الأراضي في فلسطين المحتلة هآريتس هآريتس معناها الأرض الأرض ماذا؟ الأرض الموعودة فالله تعالى في التوراة لم يقل لهم أطيعوني واعبدوني تدخلون الجنة قال لهم أعبدوني وأعطيكم الأرض أمر مادي وعدهم بأمر مادي لماذا؟ لأن مستواهم نضج بسيط فلهذا حتى في القرآن الكريم قال بأن الله تعالى أهل الكتاب لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزلوا أنزل إليهم من ربهم ماذا؟ قال الله لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني جزاؤهم مادي دنيوي، صح. لماذا؟ الجزاء المادي الدنيوي يعطى للاطفال، لمن مستواه بسيط، اما الناضج الله تعالى قال عن المؤمنين يجاهدون في سبيل الله تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. نتيجة ما هي؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. فالمؤمنون المسلمون متعلقون بالاخره. بالجنه نعم. وبالنار وبلقاء الله لما شخص. نضج نضج اما هذا الذي مستواه بسيط فتقول له في التوراه تقول لهم له ان عصيتم فان ابقاركم لن تحلب الحليب وحقولكم لن تعطي القمح وبيوتكم ستتخرب وهكذا في حين القران الكريم دائما يربط المؤمنين مباشره ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم المؤمنين. واموالهم بان لهم الجنه, الجنة. نعم. فلم يربطهم بشيء من الدنيا نعم. سأل الله سبحانه وتعالى جنة النعيم. اذا الدار الاخره هي دار الخلود والدار الاخره هي الجنه والنار. نعم. نعم. ربما السؤال الذي يقودنا، السؤال الذي يطرح نفسه كيف ذكرت الجنه والنار استاذ؟ الجنه والنار سياتي ان شاء الله حلقات كامله فيها. صحيح. ولكن في سياق الدار لفت الاخره لفت في سياق الدار هي الترغيب والترهيب. صحيح. ولكنها ترغيب بامر مؤجل وترهيب. بامر مؤجل فليس ترهيب ترغيبا بدنيا ملموسه محسوسه ولا ترهيبا بامر محسوس ملموس في الدنيا فلهذا الذين كانوا يمرون على النبي عليه الصلاه والسلام ويسلمون عليه واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله يقولون السلام عليك فالله ويقولون في انفسهم لولا يعذبون الله بما نقول يعتقدون بانه لو كان نبيا حقا لو سلمنا عليه بهذه التسليمه الخاطئه بمعنى الموت عليك يمسخوهم قرده او يجعلهم أصنام قال الله تعالى حسبهم جهنم يظنون بانهم اذا لم يعاقبوا في الدنيا بمعنى اننا على صواب لا حسبك جهنم فلهذا الجنه والنار ترغيب وترهيب مرتبط نعم بالنفس الإنسانية ولكنه لا يكون إلا لمن كان مستواه عاليا ناضجا وهذا يدلك بأنك أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي يبتغون فضلا من من الله ورضوانه يريدون الله والدار الآخرة والله تعالى لأنه علم ما في قلوبهم فتح عليهم الدنيا واعطاهم الامور الماديه فضلا منه سبحانه. سبحانه وتعالى، اذا وانت تتحدث عن الدار الاخره وتستشهد بايات قرانيه ذكرت العديد من المصطلحات والاسماء الدكتور عبد الباسط بن عيسى يوم الحساب، الدار الاخره، يوم النشور، ما دلاله كثره هذه الاسماء؟ كثره الاسماء كما في كثره اسماء الله سبحانه, سبحانه وتعالى. وتعالى. كثره الاسماء من شرف المسمى. ولهذا العرب كانوا حتى في الحيوانات يعطون للحيوانات النبيله. كالأسد والخيل اسماء كثيره نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام له اسماء كثيره فكثره الاسماء لكثره الحقائق في الشيء وربما نعم. قدوسيه هذا اليوم نعم ولأي لانه الاسم الواحد لا يجمع كل شيء صحيح. فمثلا هو هو يوم الحساب. هو يوم يوم الحساب يوم الدين نعم ايضا وهو يوم الفزع نعم. وهو يوم البعث وهو يوم الحشر وهو يوم الحساب نعم نعم وكل لأنه في كل جهة من هذه الجهات هو حقيقة فإذا هو يوم فزع ولكن يحاسب فيه الناس هو يوم الحساب ولكن يحشر فيه الناس هو يوم قيامة لأن الناس يقومون فإذا وكأن الاسم الواحد لعظمة هذا الأمر وكثرة تجلياته الاسم الواحد لا يكفيه ولكن على حسب القرآن الكريم يعطي الاسم على حسب السياق فإذا كان السياق يتحدث عن العدل يقول يوم الدين فإذا كان السياق يتحدث عن الإيمان يتحدث يقول يوم الخروج يوم البعث فعلى حسب السياق الله تعالى يعطي الاسم وبعض مرات هذه الأسماء كما سنلاحظ عندما نذكر أدلة البعث الاسم يحمل الدليل صحيح. فمثلا من اسم بين اسماء المع... مثلا يوم 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 البعث البعث فالله تعالى البعث هذا في اللغه العربيه معناه يقول العرب بعث فلان من نومه اي استيقظ استيقظ النهوض من جديد ها. اهل الكهف قال الله تعالى ثم بعثناهم ثم آه. بعثناهم أي أيقظناهم فإذا عندما يسمى يوم البعث يوم الـ وكأنه يوم الاستيقاظ الاستيقاظ من النوم فهذا يشير إليك بأن هناك ظاهرة تشبه الموت هي النوم قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ثم لتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون وعندما يستيقظ صلى الله عليه وسلم أول كلمة يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما اماتنا واليه النشور فاذا عندما يسمى اليوم الاخر يوم البعث هو يوم الاستيقاظ ليشير اليك بان من ادله البعث تشابه مع ظاهره النوم والاستيقاظ وكل ذلك يوم القيامه ايضا القيامه من القيام وايضا من القيام بمعنى استيقظ من نومه ويوم الدين نعم الدين الدين الحساب الدينونه صحيح. والدينونه اكثر تداولا هذا المصطلح نعم الدين بالاساس الدين ما هو هو يوم الدين هو رد الدين بمعنى بالاساس هو عقوبه المخطئ العقاب صحيح. لان الذنب دين وسياتي يوم ترد الدين فالله سبحانه وتعالى يقول بأن كل ما تعملونه خاصة من أذى لما؟ لأن في حقوق الآخرين الكلمة الظلم الأذى المواقف كلها ليس كل الناس أخذوا حقوقهم في الدنيا سيأتي يوم كما قال عليه الصلاة والسلام سيقتص من الشاة القرناء للشاة الصلعة ليس فقط بين حتى بين البهائم لما؟ ليأخذ كل أحد حقه والذي سلب حقه هو أولى بمن ما عمل خيرا فيجازى فهذا فهذا التصور ولكن فكرة الأسماء يعني التدبر فقط في الاسم يعطيك معنى من معاني يوم القيامة يوم الخروج مثلا فهو فيه معنى الخروج من القبور ولكن الخروج في اللغة العربية أيضا معناه النبات النمو, النمو مثلا الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يعني ينبت ما معنى فاذا يشير بان البعث يوم القيامه سيكون مثل البشر سيبعثون مثل النبات هكذا سبحان الله. مثل النبات فاذا هو يوم الخروج اي ان الناس ينبتون وفي صحيح مسلم فتنزل السماء مطرا خاصا فينبت الناس كما ينبت البقل والله سبحان. تعالى عندما يقول بان الارض تحيا كذلك الخروج يعني كما ينبت نبات الأرض بعد موته سينبت الناس من قبورهم فإذا هذا من المعاني العميقة جدا في أسماء الله الأسماء التي أعطاها الله سبحانه وتعالى هذا اليوم العظيم يا رب سلم يا آه رب سلم يا رب سلم وربما ما يهون علينا هذا الخوف وهذا الـ هذا الـ 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 ربما القشارير التي في أبداننا عند هذا اليوم الأخر أننا ننتمي إلى الأمة المحمدين والرسول عليه الصلاة والسلام سيشفع فينا إن شاء الله, 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 الله ندخل الجنه برحمه الله سبحانه وتعالى سبحانه باعمالنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا بهذا نصل الى ختام هذا العدد والحديث عن الدائره الدار الاخره وللحديث بقي عن يعني الوعد الحق في الحصه المقبله شكرا على المتابعه مشاهدينا الافاضل نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين